على المحور الشرقي لمدينة الرمادي في محافظة الأنبار تحتدم المعركة بين الجيش العراقي وداعش، فالمدينة التي أعلن تحريرها من قبضة التنظيم سابقاً لا تزال جيوبها ساحة لاشتباكات حامية يشكل المدنيون التحدي الأكبر فيها. أكثر هذه المعارك احتداماً تقع على المحور الشرقي للمدينة. وحدات الجيش العراقي تتحرك نحو جويبة بعد استعادة السيطرة على السجارية، معلنة النجاح في تأمين الطريق الرابط مع الرمادي وواضعة العين على حصيبة الشرقية عقبها. ونقف في هذا المكان لتمهيدا للانطلاق نحو مدينة جويبة في المنطقة الشرقية لها. اليوم تم افتتاح شارع 100 بين منطقة جويبة إلى منطقة الرمادي. القوات الأمنية جاهزة لاقتحام منطقة جويبة خلال الساعات القليلة القادمة. لا نتوقع أن تكون المعارك ثقيلة، فلداعش تواجد خفيف في جويبة، قال المحلاوي. لكن للثقل الذي تحدث عنه أوجها أخرى في جويبة، فداخل المدينة عائلات محاصرة من قبل التنظيم. حقيقة هناك سكان مدنيين أسرى تحت قبضة عصابات داعش الإرهابي، اتصلوا بالقوات المسلحة ونحن بصدد تأمين لهم ممرات آمنة ونقلهم إلى الحبانية إن شاء الله. التحرك نحو جويبة ثم الاتجاه في حال النجاح نحو حصيبة الشرقية يأتي بعد معارك ثقيلة وثقتها أعين من شهدوا عليها بصمت وحلفهم الحظ بالخروج. صار 4 أيام بلغونا اطلعوا، من بلغونا اختبينا، قفلنا البوب وضوا ماكو، حكي ماكو، قطعنا كل شيء، حتى الأكل والشرب قاطعي، ولا نسوي طرقعة ولا شيء، ومختلين والجهال يشربهم حبوب نوم من نيمهم، وقطعنا كل شيء، وقطعنا يعني مثل المهنانة، ويدفعون الباب نهبط ونغلسنا وننام، نسوي نفسنا مو موجودين بالبيت. اليوم قمنا ندحق الجام مظلل، ندحق من الجام شفنا المنطقة فارغة ما بها يعني دواعش، فرد نوبة. شفنا حركاتهم، شفنا صياحهم متهازمة إذن الله، لأن قواتنا الأمنية أقوى من هيك إن شاء الله، وشفناها متهازمة وشفنا المنطقة خالية والحمد لله طلعنا. رغم أعلان تحريرها يبدو أن مسلسل معركة الرمادي بعيد عن نهايته، فللمدينة التي تشكل مركز محافظة الأنبار ويفصلها نهر الفرات طبيعة أرض تجعل سير المعارك أكثر ذراوة، فيما يبقى السكان وحمايتهم هاجساً لطالما أحسن داعش استخدامه سلاحاً.